اهلا بيك في حضرة الشيخ سعيد الدجال، اكشف المستور من ورا البحور، وعندي حساسية في صدري من البخور. اموريني يا ست الكل. 10 سنين متجوزني ولا عمره دخل عليا بهدية، اتصرف لي بسرعة في الحكاية دي. عايزة جوزك يجيب هدية. لا حضرتك كده عايزة يا اسامة منير يا سوق دوت كوم، انا ماليش فيه. نيكست. ليه صبرك عليا، هو انت مش دجال ولا ايه؟ لا بمعنى يعني تفك عمل، تعمل عمل، تحضر عفريت وتلبسه. نعمل حاجه اخر. اتصرف. نعمل شويه شغل خالص. يا حمو. لا حضرتك ده العفريت الشخصي بتاعي، بس احنا خدنا على بعض فبنخش في الشغل على طول من غير بقى دخنه ورعشه والحاجات دي. اصلا كمان الحاجات دي بتخليني اشوف حاجات وحشه بالليل يعني. حمو. يا ولد يا عم سعيد، عندي حوار معك اني اخلصه واجيلك. قفلت ياض العمل السفلي بتاع مدام سحر اللي في العاشر؟ قفلته. طب وقلب الحبيب بتاع الدكتوره منى؟ بقول لك ايه، هي زعلت مننا المره اللي فاتت لان القلب ما كانش طازه. ماشي، الست دي جوزها ما بيجيبش هدايا، هنعوز شويه معلومات، جمعها لي على السريع وابعتها لي. انجز يا حمو. لك كل المعلومات على الواتس. افتح العصاية واستقبل. افتح لك اوتو ستوب. اتكل على الله. انت ازاي بتقول ما بيجيبش هدايا؟ نبي ما بيجيب. لا ده جايب هدية اهو. مش انت هياتم ترتر اللي شغالة في كباريه الاخلاص؟ هياتم ترتر، ودول مين دول كمان؟ لا يبقى ده اسمك على ترو كولر بقى، بيغيريه مش مشكلة. لا ايه ده انا شوف. عندي كمان جايب لرشا وعلياء وفي نشوة طويلة جدا. ده في روي كمان، ده كلب، ده كلب الخسيس الرمة يجيب هدية للرقصة وما يجيبليش. حاضر. هي دي مشكلتك، انا بقول لحضرتك ده جاب لي كلب وما جابلكيش. انت متخيلة؟ متخيلة. انت حضرتك تطلع من هنا على ريهام سعيد، احنا انا برنامج كوميدي ده اخرنا. يلا اتكلي على الله. يلا خد الحساب من المدام يا حمو. هنخش بقى في خيانة زوجية وكلاب وبتاع، احنا ناقصين. اقعد يا هشام يا حمدي. ايه ده، انت عرفت منين؟ لا ما حضرتك انا دجال يعني دي شغلتي. ايه مشكلتك يا هشام مع الهدايا دي كمان عرفتها ازاي؟ يا حبيبي انت اصحابك على الفيسبوك عارفين معظم معلوماتك، مش عايز دي انا اعرف. انا دجال. شوف انا ايه حكايتي مع الهدايا النهاردة. اخلص، ايه حكايتك مع الهدايا؟ ما بعرفش، كل ما بجيب هدايا لمراتي ما بتعجبهاش. عشان تجيب هدايا لست لازم تتعب نفسك، مش اول ما تلاقي في وشك دبدوب تقوم تجيبه. اكيد هترميه في وشك، مش رميته في وشك. وما تجيب لهاش كمان خلاط 5 سرعات، لان كده يبقى انت مش عايز تسعدها، انت كده بتبقى عايز جوافة باللبن. اتعب نفسك حبيبي، اتعب نفسك شوية. عملت كده وعصرت دماغي وحوشت وجبت لها حاجة سبيشيال، حاجة هي بتحبها قوي وكانت غالية قوي 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 قوي، وبرضو مش عاجب. ايه ده جبت لها ايه؟ جبت لها انت المفروض ان انت دجال، يعني انت المفروض تعرف انا جبت ايه. لا ما انا مش هركز بقى في الحاجات التافهة الصغيرة دي. اخلص. جبت لها علبة الوان 260 لون. 260 لون؟ يا حبيبي انت متجوز واحدة في تانية تاني يا حبيبي؟ انك تجيب هدية للستات ده علم قديم وبحر ملوش قرار. ما ينفعش تجيب هدية للست تحسسها انها وحشة ولا كبيرة ولا تخينة ولا حتى عادية. الستات يا ابني انت بمنظرك ده هتشلني كده، مش هتعمل حاجة. بقولك ايه، انا هعمل لك عمل اخليها تحبك وتحب اي هدية انت تجيبها لها وخلاص. يلا. ازاي؟ لا يعني اعمل ايه؟ يعني اجيب عفريت يحلف على المصحف عشان تصدق ان انا دجال، ويتحرق العفريت خالص بقى وابقى خسرت صناعية بتوعي، ولا اولع في المكان ده كله واروح ابات في شقة المانيال عشان تصدق ان دجال؟ يا اخي دجال. طيب خلاص، والله انا خلاص اقتنعت ان حضرتك دجال يا مولانا. قول لي بقى طلبات حضرتك ايه عشان نعمل العمل. هنعوز جل شعر للولا حمو، وهنعوز سمارت فون لسيد. سيد ده عفريت شغال معانا هنا، ولد غلبان. هو مش المفروض الطلبات بتاعت حضرتك بتبقى عرف ديك ركب نمل وراك فراخ؟ لا ما حضرتك مش داخل عند فرارجي. لا الكلام ده كلام قديم، العفاريت دلوقتي بقوا حاجة تانية خالص. اكتب بقية الطلبات ركز. هنعوز اكس بوكس العصام العفريت، لان معظم شغله في المصباح ما بيطلعش بره فبيزهق. و10,000 جنيه لنجوى. نجوى مين؟ دي عفريتة معانا برضه.
بس ما بيعجبهاش اي حاجه فبديها فلوس وهي تشتري اللي هي عايزاها. قصدك يا سعيد؟ قصدك اني بتاعت فلوس؟ ادي النيله، ما قصديش حاجه يا ستي. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش العجب؟ انت كمان مش عارف تجيب هديه بس يا بابا. بقول لك ايه، انصرف انصرف، مصلحتك مقضيه، مصلحتك مقضيه، سيبني في اللي انا فيه، انصرف. السلام عليكم. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش حاجه؟ ده كان يوم اسود يوم ما حضرتك يا نجوى. يا حبيبتي انا ما اعرفش ايه اللي بيعجبك ولا ايه اللي بيريحك، ده كل العفاريت بترضى بقليلها، رقبه كتكوت، رجل نمله، اي حاجه وخلاص، لكن انت مش ممكن، فظيعه فظيعه. بتعرف تجيب لعفاريت الارض كلها كل حاجه وتيجي عندي وتعطى. انا دجال بس مش بابا نويل، افهم ازاي الهدايا اللي بتعجبك واللي انت بتحبيها؟ اعمل فيكي ايه يعني؟ اولع في نفسي اضرب الوضع عشان افهمك، ولا اسخط لك نفسي هديه عشان ترتاحي يا نجوى؟ طيب يا نجوى، انا اسخط نفسي هديه عشان ترتاحي يا نجوى. يعني يوم ما تسخط نفسك تسخط نفسك لدبدوب، ايه الاستسهال ده؟ رجاله ما عندهاش تمييز.